والتعليق على هذه المباراة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم من ملعب رعاية الشباب في مدينة الرياض، وتشاهدون الآن الطاقم النصراوي على يسار السادة في منازلهم ويلعب في الناحية الشمالية الملعب، وضربة البداية فهد الهريفي ماشي بيها فهد يلعبها بالعرض الشلقان فهد الهريفي ناحية الجناح اليمين، يمر من الظهير إلى اليسار لكن يغطي، بتتلعب لسعد مبارك، سعد مبارك على طول لفهد المصبيح وفي خطأ لصالح فريق الهلال. يمثل الهلال محسن جمعان، يوسف خميس محسن جمعان مع التخافي، يحاول يمر من التخافي وفي صفارة حكم إعثار لصالح محسن الجمعان. مباراة سريعة منذ بدايتها، ونأمل جميعا أن نستمتع بهذه المباراة الكبيرة التي يرعاها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملك بن عبد الله بن عبد العزيز، والخطأ لصالح الفريق النصراوي والتوسط في المرمى كما شاهدتم من خالد الدايل. مين حيلعبها؟ يوسف خميس يلعبها طويلة في حلقة المرمى ساقطة وعلى راس وفي الهدف وفي المرمى ماجد أحمد عبد الله، صاحب الرأس الذهبية يسجل الهدف النصراوي الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الأول لجماهير النصر، فرحانة بهدف اللي سجلوا لهم نجم المنتخب السعودي ونجم نادي النصر ماجد أحمد عبد الله. خطأ ارتكبه عبد الرحمن التخافي، نفذه يوسف خميس على رأس ماجد، وراجد ده يوسف خميس، ده المخرج عبد الله بسير ومساعد العروان يعيدون اللقطة ثاني، وشوف ماجد ينط الهواء، ماجد عبد الله يا سلام ينط اعلى من كل المدافعين الهلاليين ويحطها في المرمى ويسجل ماجد احمد عبد الله الهدف الاول. بنشوفه بالتصوير البطيء يوسف خميس، ده في ماجد، ماجد ينط ويحفز الهواء وعلى يسار خالد الدايل ويسجل الهدف الاول للنصر. كرة مع الشلقان يلعبها بالعرض على الصدر، يوسف يدور على مكان يلعبها للطرير، الطرير للهريفي في اليمين وفي خطا على فهد العشاوي، النصر وصل الى الدور النهائي في تاريخ المسابقه 7 مرات، فاز في 4، فاز على الاهلي عام 94 1-0، وعلى الاهلي ايضا عام 96 2-0، وعلى الهلال في عام 1401 3-1، وعلى الاتحاد في عام 1406 1-0.